ده جمال ريان، ده اللي بيشتمكم يا مصريين، هو ده اللي بيشتمكم يا مصريين. انا اعتقد انه اي حد عايز يشوف نفسه بيتطاول على مصر، زي عبد الباري عطوان برضو اشتغل شويه على مصر، زي بعض المصريين بيشتغلوا على مصر. لكن هل ينال هذا من مصر؟ هل ينال هذا من مكانه مصر؟ لا. لكن احنا نسكت؟ هل في هذا الجو مطلوب الادب؟ هل في هذا الجو مطلوب ان احنا نبقى قاعدين لابسين ربطات عنق انيقه وعاملين نتكلم بالادب وبالهدوء مع هؤلاء؟ والله يبقى احنا المفروض ما نعيش افضل، المفروض نموت لو احنا مش قادرين ندافع عن بلدنا وجيشنا وعن امهاتنا وعن مجتمعنا وعن قيمنا وعن اخلاقنا، نروح نموت. لما واحد حقير، كلب، وضيع، مسموم، عميل صهيوني يتحدث عن الجيش المصري وامهات الجيش المصري بهذا الشكل، انا اتصور احنا يبقى ملناش لازمه.